الحمد لله، نحن اليوم في عملية افتتاح معلمة صحية ببلادنا، ألا وهي مستشفى مولاي يوسف بمدينة الرباط. هذا المستشفى هذا والتنزيل ديالو والافتتاح ديالو كيجي كتنزيل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما يخص الحماية الاجتماعية. كما كتعرفوا الحماية الاجتماعية تنبني في بعض في واحد من الركائز ديالها على التغطية الصحية الإجبارية، والناس اللي غادي يدخلوا الحمد لله الآن اللي قايمين في تنزيل الحماية الاجتماعية أو التغطية الصحية لازمهم يكونوا عندهم مؤسسات صحية، سواء مؤسسات ديال القرب أو مؤسسات استشفائية تليق بالمستوى اللي وصلت له بلادنا والحمد لله. اليوم هذا المستشفى هذا مستشفى مولاي يوسف في عهده الثاني، لأن كما كتعرفوا هذا مستشفى اللي تبنى في 1919، والآن كنشوفوا الولادة الثانية ديالو ديال 2022 تستجيب لمعايير ديال الجودة ومعايير ديال السلامة اللي كتخص سواء العاملين داخل المستشفى أو المرضى اللي غادي أو المرتفقين اللي غادي يجيو لهذا المستشفى. هذا المستشفى غادي يكون كذلك همزة وصل بين المؤسسات القرب اللي كاينه في الاحياء او المؤسسات الاستشفائيه اللي كاينه في الاقاليم ديال هذه الجهه، او مع المستشفى او المستوى الثالث اللي هو المستشفى الجامعي ابن سينا. مستشفى ابن الجامعي ابن سينا كذلك غادي يستافد حتى هو من هذا الفضاء وهاد المعدات وهاد المؤسسة الصحية، لأنه يمكن له يبعث المتربصين الأطباء الداخليين المتربصين أو الممرضين كذلك يمكن لهم يستفدوا من هاد المؤسسات. وحنا الآن الحمد لله نفتخر كموظفين في الوزارة، كأطباء في هذا البلد، وكسكان ديال هاد الجهة. اليوم كيف ما كتشوفوا كنقوموا بافتتاح المركز الاستشفائي مولاي يوسف. هو واحد المركز اللي جا في اطار الاتفاقيات ديال الرباط مدينه الانوار. هو واحد المستشفى اللي غادي يجاوب الحاجيات ديال الساكنه ديال جهه الرباط سلا القنيطره اللي هي كتفوق 5 مليون ديال النسمه. هذا المستشفى عنده واحد الطاقه استيعابيه ديال 300 سرير. هو كيتكون من 8 ديال لي ديبارتمون، من 2 ديال لي سيرفيس. هذا المستشفى هذا فيه تجهيزات عاليه الجوده، اخر تقنيات ماكينه في السوق العالمي، وكذلك هناك طاقم طبي شبه طبي تقني واداريين اللي كيسهروا على صحه المواطنين ديال جهه الرباط سلا القنيطره. ودابا الى كان من الممكن غادي نديروا واحد الزياره لجميع المصالح ديال المستشفى باش توقفوا على جميع هذه التجهيزات. كاين بالنسبه للاختصاصات، كاين هناك اختصاص ديال صحه الام والطفل، هناك اختصاص ديال الميديسين لا شيروجي اللي فيها 4 ديال لي ديبارتمون، هناك كذلك الانعاش والعنايه المركزه بالاضافه الى الميديكو تكنيك لابوغاتوار، هناك لا راديولوجي، مجموعه ديال التقنيات والاجهزه اللي هي موضوعه رهن اشاره المواطن ديال جهه الرباط سلا القنيطره. المستشفى هو مستشفى جاء لتعزيز الخدمات الاستشفائيه اللي كاين في جهه الرباط سلا القنيطره، اللي غادي يخدم اللي غادي يقدم خدمات صحيه ان شاء الله لازيد من 5 مليون نسمه. هو مستشفى مركز استشفائي تم إنشاؤه في إطار اتفاقية الرباط مدينة الأنوار اللي تسنت أمام صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في 2014. يتوفر على 32 تخصص مقسمة 8 ديال الأقسام ومصلحتين استشفائيتين. كان عندنا تقريبا جميع التخصصات، كاين 9 ديال قاعة الجراحة، كاين قاعة ديال القسطرة اللي هي الأولى من نوعها في المراكز الاستشفائية الجهوية اللي كتنتمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كاين لاليتوتريبسي اكسترا كوربوريل اللي كدير تفتيس الحصى في الكيلي، حتى هي من الأجهزة اللي كيتوفر عليها هذا المستشفى اللي ما كايناش في جميع المستشفيات العموميه ديال وزاره الصحه.
كاين لوستيودونسيتومتري الجهاز الخاص بالكشف عن هشاشه العظام. هو هي اليات تقنيه معقده ديرنيير جينيراسيون كيتوفر عليها المستشفى. الهدف المهام اللي غيقوم بها ان شاء الله هو تقديم خدمات صحيه تشخيصيه علاجيه للجرحى المرضى النساء الحوامل الاطفال والرضع الخدج. غادي كما غيقوم بتوفير تكوين وتكوين المستمر للاطر الطبيه والصيدليه والاطر التمريضيه اللي كتنتمي لمعاهد التكوين المتوفره بجهه الرباط سلا القنيطره.